تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد من توقيف مشتبه فيه واسترجاع مبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم في ظرف قياسي لا يتعدى 7 ساعات عن قضية السرقة من داخل المركبة. العملية جاءت على إثر شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين راح ضحية تعرضه لسرقة بمبلغ مالي مقدر ب 900 مليون سنتيم عقب استخراجه من إحدى البنوك، ليتم تتبعه من قبل المشتبه فيه الذي قام بالترصد للضحية وسرقة المبلغ المالي المذكور داخل الصندوق الخلفي للسيارة، ولاد بالفرار. لتباشر الفرقة عملية البحث والتحري مكثف مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف المشتبه فيه مع تفتيش مسكنه أين تم استرجاع المبلغ محل السرقة. بعد إنجاز ملف إجراءات جزائية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.